حسين العفريت، حسين عامر العفريت اللي كنت تسمعوا فيه في إطار الفاصل الفني. بعد شيف مؤمن، شيف مؤمن شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. صباح لاباس، ورمضان نزل حامل فينا، نزلنا نكملوا في الأيام الأخرانية نتاع رمضان. إن شاء الله يتم بالخير يا رب. بركاته يكمل بالبركة نتاعو زاد كيف. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شيف، اليوم دبارة جديدة للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا الكل، نعرفوا اللي الانسبيراسيون يمكن تتنحى برشا مش شوية، يولي العبد براتيكمون عمل لي روسيت الكل. اليوم نحبوا اون اوتخ روسيت للناس اللي يتابعوا فينا، سكي سور نحن في اطار جو رمضان حاولنا كل مرة ننوعوا، عملنا الحوت، الفخوي دماغ، عملنا الحم، خدينا برشا دي روسيت، اعطيناكم برشا افكار. اليوم شنو الفكرة نتاع الكوجينة؟ اليوم الفكره في الكوجينه باش نعمل منيو مخلط ما بين باش نعمل سكال في ايطاليا على شويه في تونس، ماهيش نبعدو برشا على تونس، باش نعمل صدر بالكبار وبالكعابر. صدر صدر بالكبار وبالكعابر. الكعابر عاده كعابر اللحم مفروم. كعابر اللحم مفروم. بالنسبه للصدر اللي بالكعابر، خلينا نشوفوا ساعه قبل كل شيء المقادير. شوفوا المقادير على الشاشه، عندنا بصل، زيت، فلفل احمر، تابلو كرويه، كعابر لحم مفروم، طماطم معجونه، هروس، سميد، كبار، ليمون ونعناع، ملح، فلفل اكحل. قوة الصدر بالكعابر، الكعابر لازمهم سيغتان ما يكونوا مفوحين غير الصدر. كيفاش نفوحوا اللحم مفروم اللي باش نعملوه كعابر في وسط الصدر؟ بالنسبة للفهم تاع اللحم مفروم، كنا قبل حكينا على الاستيوس الاولانية باش يقعد اللحم مفروم شاد البعض. زيدوا شوية ماء. زيدوا شوية ماء يعطيك الصحة. زيدوا شوية ماء، الفهم تاعو ساهل، نعناع، ملح، فلفل أكحل، ثوم، كان عندنا شي هروس. هذاك هو براتيكمون الفاح نتاع اللحم مفروم. تابلو كرويه. تابلو كرويه كالعاده، لي زيبيس موجودين مع الهريسه، كان عندنا شي هريسه والا هروس، الثوم ديما موجود. انا باش نقف على جزئيه النعناع الشايح، النعناع الشايح نعرفوا اللي الجو نتاعو ياسر برونونسي قوي شويه، ما ينجمش ياثر لنا على البلان نتاعنا؟ وبالطبيعه الصدر بطبيعتنا نحطوا فيه النعناع الشايح. مهم برشا. ونجموا نقصوا كما قلنا حكينا المره اللي فاتت، مره في الوصفات نتاعنا، نجموا نلقاو انجريديون واللي نحيوه خاطر رمضان يقلق على المعده، على الفاح، قلقنا شويه. لونكتوزيتي نتاع الصدر هذاك كيفاش؟ نزيدوا شويه فارينا؟ لا السميد. لا نزيدوا شويه السميد. السميد يسيب ال هو اللي يسيب نقولوا احنا العابه غاديك باش تعمل الليزون. كيف شربت الفريك. باهي برشا، دونك صدر بالكعابر، من بعد نتعداو للبلا اللي بعد، راف السبناخ، راف في الجبن، الجبنه هذيك. غوتا. غوتا؟ غوتا، حليب، كريم فريش، بصل، ثوم. باش نعملوا اليوم تلي بينار ريكوتا. اي. دونك باش نحاولوا نحضروا بات فريش. اي. شاهدوا المقادير على الشاشه. عندنا تلي سبناخ، ثوم، بصل، كريمه طازه، ملح، فلفل اكحل، زبده، زيت وحليب. تقول لي الميلونج زيت وزبده، بالطبيعه حكينا عليه قداش من مره، عطينا ديزاستيوس قلنا ما تحرقش الزبده، نقول فيكسي لو جو الزبده. ريت قداش مركزه معاك كي تبدا تحكي عن الزبده. يعني انا اش قلت لك من اول حصه في رمضان، قلت لك راه كل نهار اكتشف يعني فيك موهبه ما شاء الله، يعني متعدده المواهب، سيرتو بكري كنا نحكيو في خلينا نواصلوا مع لي روسيت نتاعنا اليوم، نراف الاسكالوب والفارينه والسبريخ والبصل والجبن. هذا باش نعملوا اسكالوب فارسي. باش نعملوا اسكالوب فارسي رولي كروستيون. اي دونك نشوفوا المقادير على الشاشه بالنسبه للناس اللي يتابعوا فينا، واللي كيما ديما نقول ما لقاوش ادباره اليوم، تابعونا. اي عندنا البصل، عندنا الثوم، عندنا الاسكالوب، فارينه، خبز مرحي عظم، وشويه فاح. اي كالعاده ملح، فلفل اكحل، وسفناريا وسبنيه. باش نحاولوا نعملوا كيما الفارس، باش نخليوها متكونه ما بين بصل وثوم وسبنيخ، باش نزيدوها باش نكسروا كولور شويه، شويه كاروت. باهي دونك السبنيخ مع البصل، مع البصل والثوم وشويه سفنيريا، باش نكسروا جوست الكولور باش نعطيو دو لاكيتي في الحل. مع الفروماج بالطبيعه باش نزيدوا شويه فروماج وروليوه في الشابلور، عملناها فارينه وعظام وشابلور. أنكور سي فاكولتاتيف، نجمو كلنا نتفنوا في الفارس نتاع كل حاجة. شامبينيون، نجمو نزيدو شامبينيون، نجمو نزيدو أي حاجة، جامبون. نحنا والليغو. احنا والليغو، وحنا والميزانية زاد. باهي، نتعداو للطبق الموالي، واللي هو فيه برشا غلة هكا. طبق، إي إي، هاو لحظة. باهي،
دونك بالنسبه للطبق نتاعنا اليوم خلينا غله مدام مريم جايه. خلينا باش ناخذوا الغله باش نعملوا سلطه نتاع غله باش نزيدوها شويه كريم شانتيي للزينه. ونعمل حاجه سهله. هذه المقادير على الشاشه. مقادير على الشاشه كريم فريش، كريم شانتيي، لوز اخضر، تفاح، كيوي، خوخ، عنب. هذوما كل المقادير نجموا نحضروها سلطه اخر لحظه. بالطبيعه نجموا نعرفوا تونور نتاعها اون سكر. مي نجموا نعملوا انتي سيرو صغير سكر وماء باش تاخذ لنا الغله حي. باهي باش تقعد الغله ما تذبلش كي تدخل الفريجيدير وتتخبى هكا ولا لا؟ غيست بالنسبه للجو اللي تعمل مع سلطه الغله، فما عباد تعمل زهر وسكر، فما عباد تعمل قارص وسكر، فما عباد تمشي الجو دورانج والسكر. نجموا زاده كيف كيف، فما برشا حاجات نعملوهم في سلطه الغله. اعطينا تدخل باهي بالنسبه للروسيت اسهل حاجات. دونك اللي قلت عليهم انت القارس والبرقدين هذوما، خاطر بالطبيعه الاسيد اللي هو يكونسيرفي الغله ويخليها في تقعد على ليتا انيسيال نتاعها ما يصير لهاش اوكسيداسيون. تبقى بالنسبه لنا احنا اسهل طريقه نجموا ناخذوا نامبورت كيل جو نعصروا يعني من الريست نتاع الغله بيدها. الغله بيدها نعصروه نصفيوه ونخليوه فيه. باهي يعني اغيان سوجيتو سو ترانسفورم. جميل جدا، يعطيك الصحة شيخ. يعيشك. مازلنا باش نتواصلوا معاكم، نحب نقول لكم للناس اللي تابعوا فينا الكل، لو جو كيتشن ايد، جي على 85 890، جي على 85 890 سؤال احتمالات، تختاروا الاحتمال الصحيح تدخلوا في القرعة وتكونوا فايزين معنا في جو رمضان، كيما كل مرة يكون حاضر معنا فايز في جو رمضان، يربح كادو مهدى من كيتشن ايد قيمة توصل حتى 2000 دينار. هذه بالنسبه لجو، بالنسبه لصفحه الفيسبوك جو رمضان بالعربي، والا بالسوري تنجموا تدخلوا تشاهدوا الغديف نتاع ليميسيون هذيا على طريق اليوتيوب، تنجموا زاده تسالوا بعض الاسئله اللي تخطر على بالكم، كيفاش المنيو هذا، تلقاو شيف مؤمن في الباش، تلقاو صفي جنبيزي زاده في افار اليوم، تلقاو ياسمين بن سعد في يوميه تونسي برمضان، تلقاو الناس الكل. اذا عندكم بعض الاسئله مرحبا بكم، باش فيسبوك جو رمضان بالعربي والا بالسوري. تقريبا هذا المنيو نتاعنا. هذا هو المنيو باش نبداو، عندنا ساعه ونص راهو اليوم. هذاك علاش هذاك علاش ماذا بيك تخرجني من الكوجينه، خاطر انا عرفت ونعرف وانت قلت البارح اللي ماذا بيك وقت اللي طيب يضرب هذاك حتى حد. لا 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 هذاك قلتها بالطبيعه، ما تنساش احنا اللي عندنا الفورماسيون، دونك اوني دي زونسيون، وخدمتنا ان باش نوريو لي بريباراسيون. مي في كونترانت كيما هكا نقولوا احنا نتاع وقت وكل شيء نديرو مضبوطين، تلقانا نزربوا ماذا بينا نخدموا حنا. باهي باش نرجع لك شويه اخر شيء، باش نرجع لك انا، باش نرجع انا ومريم زيده، مريم توكيبري اخصائيه في التغذيه، وقايد باش نمشيو بهذا محمد علي تبان باش يعطينا برشا نصائح كيفاش نخليو رواحنا ديما ان فورم، ديما في لياقه بدنيه جيده كما تكتبوا انتوما مدرب في اللياقه البدنيه. هذا محمد زيدوها في وسط البريباراسيون وقت اللي باش نبواليو المقرون ليجيرمون. باهي في بلاصه الريكوتا شنو اللي نجمو نعملو؟ جبن. جبن عادي. جبن عادي، جبن ابيض. اي سيسيليان. سيسيليان، سارديني، فيتا. نجمو نتفنوا. احنا امكانياتنا. باهي. اما زاد ندخل القيمه الغذائيه راه، علاش قلت لك جبن ابيض؟ هذا جبن ابيض ولا كوتا؟ فوماج بلون اي اقل في الماتير غراس. في الماتير غراس، الفنون نتاعو ماتير غراس اقل. اي كان ترجم عربي وسوري لاباس لازم انجليزي، المهم توصل المعلومه، هذا هو الاهم. هذيا صدر بالطبيعه، هذاك هو صدر باش نسقطوا الكعبر في الاخر من بعد باش نخليوهم قصيت الطماطم جويده اي انا قصيت شويه طماطم فريشكه اي خاطر بالنسبه لي انا من المحبطين نتاع الخضره. دونك شويه طماطم فريشكه تعطينا نكهه اخرى نورمالمون توا هذيا تجي فاتحه اكثر ما تجينيش حمراء خاطر في العاطفه في ليماج حمراء ما هي كلور نتاعها اي وبعد كي باش نزيدوا نحطوا السميد باش تزيد تفتح شويه بالطبيعه. مازلنا ما حطيناش مازلنا ما حطيناش السميد وديما لي بولات الكعابر يكونوا صغار مش كبار. اي ما اللي يقصد دار كبيره احنا بالنسبه لنا احنا في حنا بعد اليوم عملنا كعابر
يبقى الكعابر بس در مش در بالكعابر خاطر الكعابر لازم يكون صغيره. نعرف الناس كل تموت على الكعابر فهمتني. والكعبير ثلاثة انواع، فما كما قلت انت الكعبير صغير، فما كبير، فما المتوسط. فما المتوسط. احنا اليوم اخترنا الكعبير الكبير فهمتني، اللي باش تقعد بورسيون ياخذها تقعد له. وبديت في تحضيرات هوني راس العظام، شنو هذايا؟ هذيك من بعد باش نحضر بات فريش، باش نحضرها على السريع. اي كيفاش تحضر لبات فريش؟ اعطينا نورنا. بالنسبه لبات فريش كنا حكينا عليها قبل، كنا سامبل غيش وكومبوزي، معناتها كي نحلوا الطاقه نتاعنا ما نلقاوش في ايطاليا تالي نعملوا بات فريش. ناخذوا بات فريش يا سي، ناخذوا بات فريش. بات فريش نتاعنا اللي هي فارينا، وحكينا قبل قلنا فارينا ولا سميد، يا سميد يا فارينا، ما لقيناش سميد وفارينا، خلطتهم زوز من بعضهم، لقينا واحد منهم نخدموا بالفارينا. فارينا مع عظم، حكينا على بات سامبل غيش وكومبوزي، سيتادير الديفيرونس نتاعها تفرق في التونور نتاع العظم. يا كعبه كامل عظم، يا زوز ابيض واربع اصفر، يا اربع كعبات عظم. دونك احنا هذيك كيفاش الفرق ما بين سامبل وغيش وكومبوزي. باهي دونك البات باش نحضرها شويه خير، ماذا بينا نهار شايفه مازلت شويه ايام باهي تفصلنا على العيد، وما عادش فما كوجينه وما عادش فما حوسه تاع كوجينه. نهار نوريو للناس اللي تابعوا فينا كيفاش نعملوا لي غافيولي، وسيرتو اللي الغافيولي زاد كيف كيف نجموا نتفنوا ياسر غدا نعملوا غافيولي، غدا نعملوا غافيولي، غدا نعملوا غافيولي. دونك للناس اللي تابعوا فينا توا واللي غدوه باش يمشيوا معنا في الخط، شنو اللي يقضيو؟ فارينا بالطبيعه يقليو فارينا سميد وعظم. اي بالنسبه للفارس تاع الرافيولي نعملوا هما وقتها هما يتفنوا يتفنوا الحمى مفروم سومون ولا تن ولا جبن بركه ولا شامبينيون، هما يتفنوا. خذوا غافيولي. يعطيك الصحة شيف، مازلنا باش نتواصلوا معكم في إطار جو رمضان، كل مرة يكون حاضر معنا مجموعة من الضيوف. بكري كنت أعلنت الضيوف اللي باش يحضروا معنا اليوم، واليوم باش يحضر معنا الفنان التونسي محمد الحاجي. كنت حكيت قلت انطلاقته كانت في طريق النجوم عام 2005، تنقلاته برشا بين تونس ومصر، باش نحكيو بأكثر تفاصيل على أعماله الفنية و أكيد مختلف منتوجاته الفنية. باش نمشي بعدها محمد الحاجي، مرحبا بك. صباح الخير. شنو أحوالك؟ شنو أحوالك لاباس؟ صباح الخير في عز القايدة هذه هي. مستسلمين على حياتك، يقوموا 6 نتاع العشية يقولوا صباح حياتي من وادي الليل من نوبة، مبروك عليك، جو كادو مهدي من كيتشن اد. زيدا تبيني محمد من المرسى، تبيني محمد من المرسى، كيف كيف فاز معنا في جو كيتشن اد. زيد نذكر طريقة المشاركة، جي على 85 890، جي على 85 890، هذايا الرقم اللي نجم يكون يخليكم تفوزوا معنا في جو كيتشن اد. سؤال جوج احتمالات، تختاروا الاحتمال الصحيح تدخلوا في القرعة، وان شاء الله تكونوا فايزين معنا كيما كل من نبيها ومحمد. تبيني محمد من المرسى، نبيها خياط من وادي الليل بن عروس. كملنا المنيو نتاعنا، احسن ما نعرفش عليه علاش متغش من وراء الكاميرا. عاملين فيه درمان درمان قلقوا شويه. اي عاملين فيه. خلينا نحكيو على المنيو نتاعنا. المنيو نتاعنا اللي هو اول حاجه عندنا صدر بالكعابر كيما قاعدين نشوفوا، عندنا زيده تالياتيلي بالسبناك بالفينار والريكوتا ريكوتا ديجا قسمناها وندير ريكوتا باش نعطيو بريزونتاسيون واحده اخرى. اي عندنا زيد اسكالوب فارسي، وعندنا سلاطه بالغله ديسير. هذا هي المنيو نتاع اليوم، غدا باش نتلاقاو في المنيو اخر ان شاء الله. شيء ان شاء الله بفضل ربي. اي مابقانا باش نقولوا كان شيء طيبه، ويعطيكم الصحه لكل الكامل الفريق التقني وليك انت زاد. يعطيك الصحة شيف، يعطيكم الصحة الناس اللي تابعوا فينا كل في جو رمضان. نزيد نستدعاكم انكم تكونوا موجودين في الباج فيسبوك نتاعنا، الباج فيسبوك جو رمضان بالعربي والا بالسوري، تدخلوا تنجموا تشوفوا اطباقنا، تنجموا تشوفوا لي روسيت نتاعنا، تنجموا زادا تسالوا كل من صافي وياسمين وين نقدموا لي روبورتاج نتاعهم، ضيوفنا هذا كل تنجموا تعرفوا في اطار الباج فيسبوك. زادا ما تنساوش تنجموا تلقاونا على اليوتيوب، تنجموا تلقاونا في السيت نتاع قناة حنبا، الباج زاد فيسبوك قناة حنا بعد، تلقاونا بارتو، نخرج لكم ما تعرفوش منين.
هكا دخلتوا نهايه موعدنا. تحيه كبيره للكيب تكنيك، لكن حسن بعد باش تقولي علاش انت متغشش. لكيب تكنيك اللي امنوا هذا المباشر، نتلاقاو كيما كل يوم من اثنين لاثنين من نص نهار الماساتين ما عدا نهار الجمعه اللي نتلاقاو فيه من نص نهار الماضي ساعه ونص وشويه اخر عندكم خطبه الجمعه. احكي لي شفاهم من الجمعه. لا احسن تو في الرتور قاعد في ليماس. علاش متغشش؟ علاش هم مصورين احسن في الكادر؟ احسن في الكادر احسن. والمريول الغوز خارج عليك يا حسن. مازلنا باش نتواصل معكم، نتلاقاو ان شاء الله غدوه في جو رمضان. هذه هي اجواءنا غدوه ان شاء الله كيما قلت لكم من نص نهار المساتين. باش نخليكم مع خطبه الجمعه، باش نخليكم مع صلاه الجمعه. ان شاء الله جمعه مباركه للناس اللي تابعوا فينا. كل ما بقينا كنقول لكم شهيه طيبه.